اش هما الاساتذه دايرين هذه الوقفه الاحتجاجيه الان في مدينه الدار البيضاء؟ ويا السلام عليكم، حنا اساتذه ديال مدرسه ارنون ديموي، كنا خدامين في هذه المؤسسه، كل واحد شحال خدام، العام اللي خدام 34، العام اللي خدام 32، اللي خدام 12، اللي خدام، المهم كل واحد يعني خدام بزاف في هذه المدرسه. كنتفاجئوا هذا العام في اول سنه دراسيه بان البيبان مسدودين، جينا بغينا ندخلوا في لو دو نوف لقينا البيبان مسدودين، اشنو كاين؟ الحارس قال لنا سيكوريتي حتى شي واحد ما يدخل لان هذا السيد راه صافي غلق المؤسسه، اشنو غنديروا ما غنديروا؟ دبروا راسكم، انا ما عليا والو، هذا الشيء اللي قال لي هو اللي غننفذوا. اذا انتم تفاجئتوا بالاغلاق تاع المؤسسه؟ تفاجئنا بطبيعه الحال بالاغلاق ديال المؤسسه، مشينا جبنا مفوض قضائي تبت لنا الطار التعسفي. مشينا للمحكمه درنا محامي، يعني داز الجلسات كلهم دازوا. حكم لنا القاضي بالتعويض. منين جينا بغينا نفذوا التعويض جا السيد قال لك اسيدي ما عندي ما نعطيكم، عوموا بحركم وجريوا طوالكم. يعني دابا الان انتم تطالبوا بتنفيذ تاع التعويض ديالكم؟ نطالب بتنفيذ الحكم ديال المحكم، يعني الحكم اللي صالحنا بطبيعه الحال لاننا تعرضنا للطرد التعسفي من هذا السيد. وانتم في خلال السنه اللي الموسم الدراسي اللي فات ما كانش عندكم شي اخبار بان المؤسسه غتغلق ولا غتبقى؟ كانت هضره، ولكن ملي كنسولوه كيقول لنا لا هذا الشيء ما كاينش، ما كاين حتى شي حاجه في هذا الشيء، غير ذاك الشيء يعني مبهم. جيو سيروا دوزوا 7 و8 عادي، العطله ديالكم بخير وعلى خير، وجيو شهر 9، المهم راه يعني عادي خلوها هكاك مفتوحه ما كاينش. حنا المحكمه نفدت لنا الحق ديالنا، وهذا السيد ما بغى يدير معنا حتى شي حاجه، ما بغى يدير معنا حياتنا وشبابنا ضاعوا لينا في هذا الاقدميه فينا عندها 34 عام في هذه المدرسه، لا حنا لوحه الكلاب، ما واجهناش، غبر علينا، ما بقاش كيبان، بحال ما عمرنا ما خدمنا معاه، وكنا عائله وحده هنا الحمد لله، ما كان حتى شي حاجه بيناتنا، حنا خرجنا مراضين، ما عندناش باش ما عندناش حتى باش نسيروا على رمضان على الابواب، ما عندناش باش ناكلوا، باش نشربوا، اش غنديروا؟ نمشيو نمدوا يدينا للزنقه، نطلبوا، وحتى الانسان دابا الانسان حنا راه صافي راه كبرنا، اش من مؤسسه غتدخلك؟ مازال، اش من مؤسسه غتدخلك مازال؟ صافي كنقلبوا كان هذا سميتو والو، ودابا حنا راه والو، لا 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 اله الا الله محمد رسول الله، وكنطلبوا من الناس المحسنين ولا الناس ديال القانون يديروا معنا حل مع هذا السيد هذا، حنا كنطالبوا بحقنا، ما كنطالبوا بحتى شي حاجه اخرى من غير الحق ديالنا. انت الاب تاع تلميذات تتقرا في هذه المدرسه هذه، كيفاش جاكم هذا القرار تاع اغلاق تاع المؤسسه ويعني وتشري تاع الطاقم التربوي ديال المؤسسات؟ هو طبعا كان قرار مفاجئ جدا بالنسبه لنا، انا دخلت بنتي في المدرسه دي للسمعه، يعني سمعه المدرسه، تاريخ المدرسه، المدرسه عندها تاريخ، يعني اعتقد ان من 80 سنه في كازابلانكا لما نتكلم مع حد قديم في كازابلانكا يقول مين المدرسه دي، وفعلا لما دخلت بنتي المدرسه اهو الحمد لله مستواها العلمي متقدم جدا، الاساتذه بسم الله ما شاء الله عليهم، ما واجهناش مشكله في خلال 4 سنوات، كلنا كاولياء امور كنا بنادي الواجبات بتاعتنا، ما حدش فينا كان متاخر تقريبا الله اعلم، لكن انا واحد من الناس كنت بدفع مقدم عادي جدا زي كل الناس، يعني ما شفناش مشكله واحده في 4 سنين او 3 سنين. وفوجئنا بعد كده باغلاق المدرسه قبل دخول المدارس بحوالي اسبوع او اسبوعين، يعني احنا كاولياء امور ما كانش عندنا الوقت ان احنا ننقل اولادنا كمان. ثم المدرسه دي تاريخ، ده تاريخ بيمثل كازابلانكا، هل يعقل الله لا يطبق القانون؟ يعقل ان المدرسه تتلغي بجرة قلم في لحظه؟ مش معقول، ليس من المعقول. حقوق الناس ده حقوق، اسمها حقوق، والحق هو الله. والحق هو الله. اولا الاولاد كمان تعبوا، يعني انا بنتي عشان تتاقلم في المدرسه الجديده خدت وقت، انا نفسي كولي امر خدت وقت في التعامل، يعني انا كنت بنتي بجيبها المدرسه هنا خلاص بهني راس ان شاء الله، لو قعدت جت بالليل ما عنديش مشكله نهائيا، لان كانها قاعده في دارها لان هي مدرستها، وقاست في الفتره الاولانيه لغايه ما خلاص ابتدت تتاقلم زيها زي اي طفل، يعني على الرغم ان هي ما عاشتش كتير، لكن انا ما شفتش في المدرسه دي الا كل خير، شفت مستوى تعليمي جيد جدا لبنتي، اساتذه على مستوى عالي جدا، تعاون غير عادي، المدرسه كانت مدرسه محترمه جدا، انا لغايه دلوقتي اللحظه اللي بكلمك فيها انا ما اعرفش ايه سبب الاغلاق. انا 21 عام وانا في هذه المدرسه، كندير الميناج وخدامين ما حاسين حتى شي حاجه، في هذا الشهر 9 جايين باش غنخدموا لقينا الباب مسدود. مني سولنا لقينا عساس اخرين من غير العساس اللي كان معانا، مني قلنا لهم على السادين قال لك هادشي تعليم من عندهم، هي هذيك بقينا واقفين قلنا لهم حلوا لينا قال لك لا ما نحلوش، بغينا نعرفوا علاش. مني جا واحد السيد قال لينا شكون اللي قال لكم المدرسه كاينه، وكانت معلقه واحد الورقه في الطابلو بالله المدرسه نهار 5 محلول الباب. صافي حنا مني جينا نهار 1 وجينا نهار 2 نهار 5 جات بالاثنين لقينا الباب مسدود،
ملي سولنا قال لك صافي المدرسه مسدوده. احنا خويا عندنا طريطات واقفين، احنا ما خدامين، مضرورين اخويا مضرورين. احنا دابا رمضان جاي ما عندناش، يلا احنا باغين كنا خدامين وحمد الله، ولكن ني دابا جا سد المدرسه على غفله احنا دابا واقفين من شهر تسعود. من شهر تسعود من شهر تسعود.